السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة فيديو جديد لسيدة تركية كده حبت ان هي تغير العفش بتاع بيتها. طبعا عفش بيتها كان قديم، غيرته لعفش جديد بحاجات جميلة جدا وطرق سهلة جدا تقدري انتي كمان تغيري في العفش بتاعك دوت. عايزة اقولكم ان السيدة دي غيرت عفش بيتها هي ومرات اخوها حاجات جميلة جدا، وكمان جايبالكوا غرفة النوم بتاعتها في اخر الفيديو هي ازاي بجد جددتها وشكلها حلو جدا جدا. هتشوفوا كل الحاجات دي وتفاصيل الفيديو ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بس طبعا حابه اقول لكم لو انتوا اول مره بتشوفوا القناه عندي يا ريت تنوروا عيلتي الكبيره وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زرار الجرس. بعد ما تعملوا اشتراك تفعلوا زرار الجرس كده على الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني. وفضلا منكم يا حبايب قلبي حطوا اللايك للفيديو، ومستنيه طبعا كومنتاتكم اللي بتفرحني ان شاء الله. ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هي طبعا كانت عامله جزامه او عامله كده سوري كانت عامله كومود. الكومود اللي انتم شايفينه ده ما شاء الله شكله حلو جدا. طبعا انتم شفتوا في الاول هي حددته ازاي علشان تعمله باللون الابيض والذهبي كده، ما شاء الله شكله حلو جدا. عايزه اقول لكم ان دي بقى مرات اخوها كمان هي حابه تغير في بيتها. هي بتقول ان انا بحب اغير في بيتي واجدد في بيتي بحاجات بسيطه جدا بحيث ان انا ما اكلفش نفسي كتير اجيب حد يعني من بره. بتحب جدا ان هي تعمل كل حاجه بايديها هي. طبعا زي ما انتوا شفتوا ده كده عامل زي نظام اتنين كومود او اتنين تسريحه. طبعا هما جولها مش راكبين خالص، هي ركبتهم معاكوا كده بحاجات بسيطه برضو ودهنتهم وحطتهم كده، حطت عليهم الشاشه. بعد كده زي ما انتم شايفين حطت الطبلوهات على الحيطه، طبعا هي اللي سمرت كل دوت على الحيطه كده. وبعد كده حطتهم على الحيطه، وبعد كده حطت السجاد كده بقى وابتدت ان هي تفرش الاوضه بتاعتها كل ده بحاجتها هي او بايديها هي. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين ده شكله كده ما شاء الله شكله حلو جدا جدا. هنا بقى بتوريكوا ترابيزه كانت عندها قديمه فحبت ان هي تجددها كده، جابت كرتون عادي جدا وقصته كده على شكل دوران، وبعد كده حطيته على الترابيزه وجابت اللي هو الاستيكر هتلزقه عليه كده. الاستيكر ده شكله عامل زي شكل الرخام، فهي حبت ان هي تجيبه يعني علشان يكون شكله عامل زي الرخام. بجد فكرة حلوة جدا. دي كده زي نظام عواميد برضو، دي موجودة بتكون بلاستيك بتتشرى. لو مش عارفة تجيبيها او مش متوفرة عندك ممكن تجيبي خشب بيبقى اسمه سدايب، بتروحي لحد بتاع نجار بتقولي له انا عايزة سدايب صغيرة كده، وبتبتدي انك تكسريها كده. هي طبعا كسرتها وبعدين او قصتها، وبعد كده زي ما انتم شايفين بقى حطت ايه الطويل في الاقصر وهكذا. هنا بقى بتوريكوا شكل الترابيزة عامل ازاي، جابت بقى رشتها كده باللون الذهبي وكمان القواعد بتاعتها زي ما انتم شايفين طبعا بقى شكلها عامل زي الرخام، وبعد كده حطيتها كده بالشكل ده. هنا دي بقى زي ما انتم شايفين دي مرات اخوها كده، هي جابت الترابيزة وبعد كده صنفرتها خالص، يعني برضو بتعمل اعادة تدوير منها، صنفرتها خالص من الدهان القديم اللي كان عليها، وبعد كده مسحتها زي ما انتم شايفين وهتبتدي بقى تشتغل فيها يعني ايه على نظافة. اديتها طبعا بتقول اديتها وش كده في الاول باللون الاسود، وبعد كده حطت لزق علشان تعمل عازل كده ما بين اللون ده واللون ده، وفي نفس الوقت الترابيزة ما تتعكش. هنا كده جابت غيرة، حطت غيرة الاول على الترابيزة، وبعد كده جابت اللون الذهبي ده برضو بيتشرى من عند بتاع البوية، وبعد كده ابتدت لزقته على الغيرة دي. طبعا هي عملته على شكل زجزاج. بعد كده بقى جابت لون ابيض زي ما انتوا شايفين وحبت ان هي تورنشه، ده اسمه ورنيش كده يعني بحيث ان هي تعمل له شكل حلو. طبعا اديته كذا طبقة علشان يديها الشكل واللون اللي هي عايزاه. طبعا انت بتفضلي بقى تحطي يعني بتعملي اللي انت عاوزاه او الشكل اللي انت عايزاه، هي فضلت الشكل ده
ما شاء الله شكله حلو جدا. شوفوا بقى الترابيزة اتغيرت يعني كتير، اتغيرت كتير كتير. حطوا لها بقى اللايك عشان بجد هي تستاهل منكم احلى لايك. هنا بقى كانت بتقول لكم اني من باسكت قديم، يعني هي حتى كبته كده، طبعا كان فيه ورق ما كانش فيه حاجة، يعني دهنته بدل ما كانت هترميه دهنته زي ما انتوا شايفين. وده علبة بلاستيك كده كبيرة، حبت ان هي تعملها فازة برضو. عجبتني جدا برضو الفكرة بتاعت الباسكت والفكرة بتاعت الفازة. دهنتها كده زي نظام اعادة تدوير، وعملت لها نوع ديكور كده شكله حلو. الغطا ما رمتهوش، شوفوا حطت عليه ايه، بجد بقى شكله حلو. وحطت عليه فازات وعملت عليه اعادة تدوير، وبجد شكله بقى حلو. والاوضة كمان الانتريه بقى شكله حلو. هنا دي كنسولة بتعمل لكم فيها ايه، برضو بتعيد اعادة تدوير فيها. صنفرتها الاول، شالت كل حاجة فيها مش حلوة، وبعد كده مسحتها، وبعد كده جابت الدهان وابتدت بقى ان هي تدهن. طبعا هي بتحدد كل ده. عايزه اقول لكم ان الدهان ده طبعا لو تلاحظوا هتلاقوها هي كانت بتغير هدومها، يعني بتسيبه ينشف. هنا كانت مبسوطه، هي كانت بتقول ان انا بعمل الحاجات دي وانا بكون مبسوطه جدا جدا، لان هي بتحب تجدد في بيتها وبتغير في بيتها باقل التكاليف، يعني من شغل قديم لشغل جديد بحاجات هي عاوزاها هي، فاهمين قصدي ايه. بعد كده جابت اللون الذهبي واللون الاسود، ده اسمه اكسده. حبت كده ان هي تدخل ايه، يعني متأكسد كده الوانات مع بعضها، لون اسود في الذهبي وداخل معاهم الابيض. هي كانت حابه كده. بعد كده بقى اديته اللون الاخير، وبعد كده جابت الشنيور وعملت مكان المقابض علشان تحط المقابض بتاعتها، والمقابض عملتها باللون الذهبي زي ما انتوا شايفين. حطت الشاشه كده وبقى شكلها حلو جدا اهو. هنا دي جزامه بتقول لكم شوفوا هي شكلها عامل ازاي، عايزه تغير فيها. طبعا الاداه اللي معاها دي مكنه اللي هي بتاعه صنفره، فزي ما انتوا شايفين صنفرتها خالص، وبعد كده مسحتها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده اديتها طبقه عازل، وبعد كده بدات بقى ان هي تدهنها بالشكل ده. طبعا غيرتها خالص 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 زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى ده 2 كومود طبعا اللي هو الشغل القديم، طبعا هتشوفوا دلوقتي التجديد بتاعه والتغيير بتاعه، هتنبهروا بجد من التغيير. ده المكنه اللي كنت بقول لكم اللي هي الصنفره اهي. طبعا انتي لو مش متواجد عندك المكنه دي عادي جدا، الصنفره دي بتتشرى من عند الناس برضو بتوع الدهانات عشان تصنفري الدهان القديم اللي كان عندك، عادي جدا وتصنفريها انتي بايديكي. هنا دي جابت سدابه اسمها سدايب، جابتها كده وحطت من تحتها غيره ولزقتها. بعد كده بقى هتبتدي ان هي تدهنها. اديتها الاول طبقه عزله، وبعد كده بعد الطبقه العزله عملت بقى اللون بتاعها اللي هي عايزاه، اللي هو عاملاه باللون الرصاصي الغامق. طبعا عايزه اقول لكم ان هي كل الكلام ده بتديله اكتر من وش، يعني علشان خاطر يكون توصل للدرجه اللي هي عايزاها. هنا بقى الحلايا اللي انا كنت بقول لكم عليها، جابت لون سيلفر وعملت الحلايا باللون السيلفر علشان يكون الكمود لونه رصاصي في سيلفر كده زي ما انتم شايفين. ده شكله، وبجد شكله حلو جدا جدا بعد ما خلص. وهتشوفوا برضو في النهايه عملت ايه، بجد شوفوا بقى شكله عامل ازاي، والله بقى شكله حلو. يعني انتوا شفتوا التغيير الاول كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. هنا برضو ده كومود، برضو هي هنا لو تلاحظوا جابت حتة خشب كبيرة هتزود بيه الكومود، هي كانت حابة ان هي تزوده او تعمله شكل جديد، وهتشوفوا برضو الشكل اللي هي غيرته. على فكرة عايزة اقول لكم ناس ممكن تقولي طب احنا هنعمل الحاجات دي ازاي، احنا ما نعرفش نعمل الحاجات دي. صدقيني لو انت حطيت الموضوع في دماغك انك انت عايزة تغيري في بيتك وتجددي في بيتك، انت اللي تعملي الكلام ده، وطبعا هتقلل التكلفة عليكي طبعا، لاني طبعا انت لو عايزة حاجات زي كده وروحتي مثلا لحد بيعملهم طبعا هيزود عليكي التكلفة. فانت كل اللي هتتكلفي ايه، الحاجات اللي انت هتجيبيها بس، واحدة واحدة كده تعملي اللي انت نفسك فيه واللي انت عايزاه. طبعا هي هنا زودت كده الخشب اللي انا قلتلكوا عليه كده في الاول، وطبعا عملته بالغيرة الاول، وبعد كده عملته بالمسمار،
زي ما انتوا شايفين ده شكله كده. وبعد كده زي نظام ايه، بتديله طبقة عزلة برضو، وبتتصنفر بقى الحاجات اللي هي فوق الوش، اللي هي ايه لو في حاجات ايه طالعة كده فوق الوش يعني بتخلي شكل الحاجة وحشة، بتصنفرها كده. اديته طبعا مادة في الاول لونها ابيض، وبعد كده هتدهنه باللون الرصاصي برضو، عشان ده طبعا هيكون طقم عندها في بيتها زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بتاخد المقاس بتاع المقبض، لان هي هتحط مقبضين فبتاخد المقاس بالظبط، وبعد كده بالشنيور وعملته. هنا كانت بتركب الرجلين بتاعته، كانت بتعمل المسامير، فعشان يسهل عليها بدل ما تقعد تعمل مسامير بالمفك عملته بالشنيور. هنا اديته طبقة تانية كمان بعد ما حطت المقبض عشان يديها اللون اللي انتوا شايفينه ده، بقى شكله حلو جدا. هنا بقى كمان حبت ان هي توريكو، عارفين اللي هي البوكسات اللي هي بتاعة الفاكهة، البوكسات دي عملت لها اعادة تدوير حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، عملته بف كده شكله حلو جدا. طبعا جابت العجل، العجل ده بيتشرى عادي، وحطته فيه ونجدت الحتة اللي فوق دي وعملته بف. هنا برضو كانت بتوريكو جابت 3 برضو من البوكسات ده، وبعد كده عملتهم في بعض، سمرتهم في بعض، وبقى عامل زي التربو شكل حلو قوي. طيب نجيب منين بقى البوكسات دي؟ البوكسات دي موجودة عند بتاع الفكهاني، بيكون حاطط فيهم كده الفاكهة لو تلاحظوا يعني. بتروحي عادي بتقولي له انا عايزة البوكس ده، هبيدهولك. البوكس ده مش غالي جدا يعني، ممكن يديهولك ب20 جنيه مثلا او ب10 جنيه. بتبدأي بقى انك انتي تعملي له اعادة تدوير، شكلها حلو جدا جدا. شوفوا هي عملت منه ايه، يعني عملت منه حاجات كتيرة، شكلها حلو وعجبني. هنا بقى كانت بتوريكو شكل تاني برضو، جابت نفس البوكس بس قسمته على نصين وعملت له رجلين من تحت كده، وبعد كده حطت فيه كده عازل يعني، عشان الحاجة اللي هي تحطها كانت بتحط طين طبعا علشان تحط ورد كده، وما شاء الله عملته باسكت حلو او بوكس حلو جدا للزرع. هنا كمان جابت نفس البوكسات دي وحطت كده الخشب كبير كده، وهتعمله زي نظام مكتبة صغيرة زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله شكلها حلو جدا. كل الحاجات دي نقدر نعملها ببساطة يعني وبسهولة. هنا بقى برضو جابته كده، اديته مادة عزلة، وبعد كده دهنته، وبعد كده حطت العجل فيه، وهتعمله زي نظام جزامة تحت الكونسولة، ما شاء الله شكله حلو برضو. وبقى يعني مش شرط تعمليه جزامة، ممكن اي حاجة. هنا بقى دي غرفة النوم بتاعتها، وبتوريكوا التجديد اللي هي عملته، بتقول ان انا كل حاجة انا اللي عاملاها، تنظيم وترتيب ودهان وكل حاجة انا اللي صممتها وانا اللي عملتها. كنت حابة جدا ان انا اغير من شكل البيت عندي، وفي نفس الوقت اخلي الشكل حلو بالحاجات اللي انا عايزاها وبقل الامكانيات.